اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، فاز النادي الاهلي امس على مصر المقاصه 4-0، ولكن ليس في ان انت فزت على مصر المقاصه، ولكن في شكل الاداء وشكل الاداء اللي جوه الملعب عامل ازاي؟ اولا يعني هو في اكتر من درس مستفاد او مكسب حققه النادي الاهلي من المباراه دي. نعم. اول حاجه ان هو ريح بعض اللعيبه، ودي نقطه مهمه قوي، قبل موقعة سان داونز. نعم. كمان ادى فرصة لمحمود وحيد وكريم فؤاد، واعتقد ان هم كظاهرين ظهروا بشكل اكثر من رائع. ما انا لسه جاي له. زياد لسه جاي له. انا بتكلم الاول على البدائل الاساسية. البدائل الاساسية. انت النهارده كان عندك اكرم ومحمد هاني، بقى دلوقتي كريم. عندك كريم فؤاد، محمود وحيد برضو في غياب علي معلول، كريم برضو خلي بالك ممكن يلعب باك شمال بالظبط. فيبقى انت اطمنت برضو على البدائل، وهنا كلمه البدائل اللي انا بحسه في النادي الاهلي انه بديل، مش بمعنى ان هو مش يعني احتياطي وخلاص، مش احتياطي مركون، لا، لانه النادي الاهلي بيشترك في اكتر من بطوله في توقيت واحد، فطبيعي جدا ان هو يحتاج كل لعيب عنده، ومحدش بيتعامل مع الامر على انه بعيد. يعني مثلا محمد هاني لما قعد فتره احتياطي لاكرم توفيق، ناس تانية ممكن في انديه اخرى تقع منك. صح. لا، لقينا محمد هاني رجع بشكل كويس قوي في كاس العالم وعمل شغل جامد. مظبوط. طبعا ميكيسوني رد يعني بشكل واضح على كل الانتقادات اللي وجهت لي. والله انا شايف ان هو عنده احسن من كده بكتير. ولن يتعجل برضه، هو مجرد ان هو ياخد الثقه. وطبعا لما واحد ياخد ثقه بهدفين في مباراه واحده، لا ده حاجه كويسه جدا. كمان اشراك محمد محمود طبعا برضه خد وقت كويس. المكسب بقى اللي جاي برضه كويس قوي، زياد طارق. لانه لما لاعب صاعد او ناشئ يوفق بعد نزوله بدقائق قليلة، ده شيء جيد، جيد جدا طبعًا. وبتعمل عنده روح معنوية عالية جدا جدا وثقة كبيرة. فأنا بشوف إن هي مباراة، غير الفوز طبعا هو استمرار لانتصارات النادي الأهلي في الدوري العام، واللي هي الانتصارات اللي بأهداف. يعني أنت لو تلاحظ الأهلي لم يتوقف لحظة عن الرغبة في زيادة عدد الأهداف، وده شيء مهم.